الأبرز معاني أنا جميلة لوجهة نظر دكتور، تفضل تفضل دكتور. يعني حقيقة الدكتور جزاه الله خير أشار إلى نقطة مهمة في حياة عمر، وهي قدرته على اتخاذ القرار الشجاع بتغيير آرائه السابقة التي نشأ عليه، ونشأ أن إلهك اللات والعزة وأن هذا هو المعظم وأن غيرها لا بد أن يكون باطلا. وجد أباه، وجد جده، وجد قومه كلهم على دين، فما دام أنهم على دين هو نشأ على هذا الدين، يعبد الأصنام كما يعبدون، يشرب الخمر كما يشربون، يعظم غير الله. لكن لما ظهر له الحق وتبين له بالدليل الناصع الصريح أن هذا هو الحق، هان عليه أن يأخذ كل حياته السابقة يضربها عرض الحائط ويصفق يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. والله إن هذه بطولة، هذا سر من أسرار البطولة. لذلك بلال مع أنه كان يعذب وقد لا يلتفت إليه، لكني أنا أعتبره أشد بطولة وأكثر قوة من أمية بن خلف ومن أبي جهل، الذين لم يستطع أحدهما بأن ينتصر على هواه، ينتصر على ملته، ينتصر على مجتمعه. كم من الناس اليوم، نكون واضحين شوي، كم من الناس اليوم يكون على آراء باطلة أحيانا وعلى مذهب يعني مخالف للصواب، ويعرف أحيانا أن الحق في المذهب الآخر، ويعرف أن الطائفة هذه هي الحق وأن الطائفة اللي أنا معها على باطل، لكن ما هو قادر يتخذ القرار الشجاع أنه يغير حياته السابقة. يا شيخ، الصحابة تركوا أبنائهم وأموالهم ونساءهم وديارهم في سبيل أنه يتبع الحق، في سبيل أنه يفكر في آخرته، ما يفكر فقط في حياته الدنيا. الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء من دوس وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، كان رئيسا من رؤساء قومه، يعلم أنه لما يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أن قومه قد ينزلونه من رئاستهم، أن أمواله التي يدفعونها إليه سوف يفقدها، أن زوجته قد تفارقه، أن رئاسة هذه سيعيش يمكن من سقط المتاع. لكن ما يهمه، هو جعل يوازن بين الدنيا والآخرة، فوجد أن حياته وموته بيد من في السماء ليست بيد من في الأرض، أن صحته وسقمه بيد من في السماء، أن طعامه وشرابه بيد من السماء، أن نومه واستيقاظه، أن كل شيء بيد من في السماء. يا أخي، ما دام أن كل شيء بيد الله، ليش أنظر إلى الناس وأخاف أني أغير مثلا المذهب اللي أنا عليه إذا اكتشفت أنه باطل؟ أخاف أني أغير خوفا والله من زوجتي، خوفا من أهلي، خوفا. يا أخي، اضرب بهؤلاء عرض الحائط وعلق قلبك بالسماء، مثل ما قال: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين عالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب.